للمزيد تنضم إلينا ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله. أهلا بك ولاء، ضعينا في صورة وتفاصيل الحدث، حدث إطلاق النار في بلدة عزون، هل تم معرفة هوية مطلق النار وعدد الشهداء حتى الآن؟ نعم، أهلا بكم. نتحدث عن ما ورد بالإعلام الإسرائيلي، حيث تحدث عن عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية وأيضا مركبة مأهولة بالمستوطنين. قام منفذ هذه العملية بإطلاق النار على الحافلة وعلى المركبة التي كانت تستقل المستوطنين، وبعد ذلك تحدثت نجمة داوود عن إصابتين في المكان، إحداها بالإصابة الخطيرة. أيضا الجيش الإسرائيلي تحدث عن منفذ هذه العملية أنه لاذ بالفرار، ولا زالت عملية الاستنفار الكبيرة جدا ما بين منطقة عزون ومنطقة قرية نبي إلياس، بهاتين المنطقتين يجري التفتيش عن منفذ هذه العملية. وعلى ما يبدو أنه تجدد إطلاق النار في هذه المنطقة. نتحدث أيضا عن استنفار كبير لجيش الاحتلال، تجري مطاردة المنفذ هذه العملية صباح هذا اليوم بالطائرات المسيرة لمعرفة من هو منفذ هذه العملية، وما إذا كان انسحب إلى إحدى القرى أو البلدات الفلسطينية في قلقية. هذا ما أسفرت عنه هذه عملية إطلاق النار على الحافلة وأيضا المركبة للمستوطنين. نتحدث من جهة أخرى عن التطورات الميدانية في مدينة رام الله والبيرة. كان هناك اقتحام لجنود الاحتلال في حي الإرسال وحي المصايف، ورد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن حالة اعتقال واحدة لليان كايد وهي طالبة في جامعة بير زيت. أيضا نتحدث عن إصابة لفلسطيني بإحداها بالرصاص الحي وهي خطيرة جدا، وصلت إلى مستشفى مجمع فلسطين الطبي الحكومي في مدينة رام الله. أيضا نتحدث عن إصابتين في بلدة يعبد وأيضا في بيت عينون جنوب مدينة الخليل. شكرا لك ولاء. من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات.